السلام على من اتبع الهدى. ونحن من أهل الهدى. نعم، ما وراءك يا قربة؟ يا ابن سعد، أبو عبد الله الحسين يريد لقاءك بين المعسكرين. نعم، له ذلك. يا حسين، ما الذي جاء بك؟ ها، أولا تدري ماذا فعل أهل الكوفة بأبيك؟ إنهم كتبوا إلي ودعوني إليهم تأييداً للحق ورفضاً للباطل وأهله. دعوني أرجع فأقم بمكة أو المدينة، أو أذهب إلى بعض الثغور فأقم به كبعض أهله. أكتب لابن زياد. كان يعلم الإمام الحسين عليه السلام أن دعواته ونصائحه لهؤلاء القوم لن تشق طريقها إلى ضمائرهم، وأنه مقتول في هذه الأرض لا محالة، وكان طلبه أن يسمحوا له بالعودة إلى مكة أو المدينة، وكان ذلك لثلاثة أهداف. الإمام لم يخرج طلبا للموت أو التهلكة كما يفسر البعض. تأكيد الإمام أن القوم يريدون قتله، ولم يكن الأمر مرهونا بالنزول على بيعة يزيد فقط. تدعيم دوافع نهضته المباركة بأن ثورته قامت ضد أناس ظالمين لا رحمة فيهم ولا يراعون حرمة لنبيهم وآل بيته الأطهار. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا يوما. كي تشفين من الحسين ضغونا. وقف الإمام الحسين عليه السلام في ذلك الملأ المغمور بالأضاليل مناديا عسى أن تنفع حجته، فعرفهم أولا أن هذه الدنيا الفانية لن تغنيكم أو تحصنكم من عذاب الله ومن سخطه بقتالكم آل البيت آل بيت الرسول، ثم تراجع إلى التعريف بمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشهادته له ولأخيه الحسن عليهما السلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهم آل بيت لا ينطقون عن الهوى، وقد حباهم ببيت الوحي ومعدن العلم والنبوة. ثم قال: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين الثلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وقال زهير: يا ابن رسول الله، ذرنا نباشرهم بالقتال، فإن قتالهم الآن أهون علينا من قتال من يأتينا بعدهم. صدقت يا زهير، ولكنني ما كنت لأبدأهم القتال قبل أن يبدأوني. يا قوم، اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى. بعد أن اشتد الحصار على معسكر الإمام الحسين عليه السلام، لم يبقى أمامه إلا خيار من اثنتين، بين السلة أو الذلة. وهيهات هيهات لأبي عبد الله الحسين الذلة. وكان ابن سعد قاطعا بموقف الإمام الصبور، ولذلك استحسن بدء المعركة تحت
وطأة الحصار ونفاذ الماء والطعام. ولما رأى الحر بن يزيد أن القوم قد صمموا على قتال الحسين عليه السلام أقدم على ابن سعد وقال: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ إيه والله، قتالا أيسره قطع الرؤوس وتطيح به الأيدي. والله إني أخير بين الجنة والنار، وإني لا أختار على الجنة شيئا. إلهي إليك أنيب فتب علي. سيدي، أنا الذي جعجعت بك في هذا المكان ووقفت بينك وبين الماء. إما أن تعفو عني بالكتاب أو تحكم بالسيف. والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى مغارة ما ركبت مثل هذا، وإني قد جئتك تائبا، فهل من توبة يا ابن رسول الله؟ إن تبت تاب الله عليك. لنعم الحر حر بني الرياح، صبور عند مشتبك الرماح. لنعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصباح. قد يعجب المرء من هذا التحول الفجائي، إلا أن التربية والتوجيه في الصغر يتركان في صاحبهما جذوراً قوية من النبل والأدب لا تموت وإن غابت، لتعود النفس مشرقة وضباء. وهذا الرجل الحر الذي أوتي من كرم النبل وحسن المنبت ما جعله يؤوب إلى الحق بعد الانحراف وينجو من النار لينال الشهادة ويفوز بالرضوان،
وإن تكن الأبدان للموت ينشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الرزق أجمل وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل عليكم سلام الله يا آل أحمد عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم سوف أرحل سأمضي وما بالقتل عار على الفتى إذا في سبيل الله إذا في سبيل الله يمضي ويقتل. إن الحر مثل خالد يدل على أن من أراد الانصياع للحق فلا شيء راد له، وإن الله تعالى غفور رحيم. هكذا أراد الحر أن يمسح كل ذنوبه بطلب الإذن من أبي عبد الله الحسين بالقتال قائلا: سيدي، كما كنت أول الذين تصدوا لك، إذن لي أن أكون أول قتيل بين يديك لعلي أنجو بهذا وألقى جدك رسول الله بالبشرى والفوز العظيم. امض فأنت حر كما سمتك أمك.